يتزاحم الشباب في هذه المسابح الصغيرة بمدينة الرستن شمال حمص للتخفيف من وطأة حر الصيف في يوم صيام طويل، وسط غياب لوسائل التبريد والتكييف نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في الريف المحاصر. عم توصل درجات الحرارة 30 درجة 40 درجة، وبالبيوت ما في كهرباء وما في مراوح ولا شيء. عم نجي على هاي المسابح حتى شوي نكسر من حدد الشوب، ويعني من نتأقلم من شوي مع الوضع، خاصة كمان فصل رمضان، يعني حاطين شهر رمضان، يعني ما عم يوصل ساعات الفطور لما درجات الحرارة يعني تعبانة كثير. شوي هيك هالكهرباء ربع ساعة هيك نص ساعة هون بالمسبح، يعني شوي بتخفف من الوصول لسد الرستن على نهر العاصي هلاك محقق لوقوع البحيرة في مرمى رشاشات قوات النظام، ما دفع الشبان والأطفال للجوء إلى مسابح منزلية حلت محل مسابح عامة دمرتها قذائف النظام وغاراته الجوية لتعويض ما حرموا منه. المدينه دمرت هاي المسابح العامه، اضطرينا نلجأ هلا لهي المسابح المنزليه. طبعا ندفع احيانا سعر رمزي 100 ليره سوريه مقابل ساعه من السباحه هون ضمن هذا هكذا يواجه اهالي الرستن موجه الحر خلال فصل قيض تزيده ظروف الحرب والحصار قسوه على من يصوم يوما من اطول ايام السنه طامعا برحمه الله وفرج انتظره السوريون طويلاً.